سألي شهرزاد مشان العملية تبع ابنك هنا كيف جابت ال 150 ألف دولار بالوحدة، وقالت إنك نمتي مع واحد مقابل هالمبلغ. ما بعرف أنت عملتي هالشي ولا لا، وإذا صار هيك شي فهذا الذنب برهان هو اللي بيتحمله، وهو اللي رح يتحاسب عليه بالآخرة. ولازم تعرفي يا شهرزاد، انتي شو ما كان الشيء اللي عملتيه يا بنتي رح تبقي بالنسبة لي أطهر من المي ونقية أكثر منها يا بنتي. مساء الخير شهزاد خانم. اللي عملته؟ لمين قلت؟ شبكي؟ عم اسألك لمين قلت يا انور؟ لمين قلت؟ لمين قلت؟ شبكي؟ لمين قلت؟ وحدة ما بسمع الا بدك تحكي لمين؟ ليش بضحكي ليش؟ شو صاير لك؟ مين قلت؟ شو صاير لك؟ ما حدا بيعرف غير انا وانت، والله ما في حدا بيعرف غير انا وانت، لمين قلت لمين؟ شو صاير لك؟ شوي هدي حالك. شوفي شو صاير. انا ما قلت لحدا. ركني. انا حدك. خلص يا شهرزاد. كلمتي. شهرزاد. طلع فيني. Oh, my God.